بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اللي يقرأ العنوان يشعر ان ايه الكلام اللي انا بقوله ده، او ايه العنوان الغريب ده. الكعبة، مش يعني اقصد مكة، ليست اقدس منطقة على وجه الارض، يعني مش مقدسة. كمان الكعبة، في الجزائريين، بعض الجزائريين بيقول لك ان الكعبة دي اصلا كانت عندهم وبعد كده نقلوها مكة. تاخد بالك ازاي؟ فانا النهارده لما اجي اتكلم على ان الوادي المقدس اللي هو في سينا، وادي الطور، هو اقدس من مكة. الكلام ده انا لما انا اقوله، انت تقول عليا ايه؟ ولما انا اموت تعمل ايه؟ تترحم عليا؟ هتتهمني بايه؟ مش بعيد في ناس كتير يكفروني، صح ولا لا؟ طيب لا، ده اذا ليه الكلام ده؟ مع ان انا عندي، يعني لو انا مشيت بمنهج محمد البشري، وان هو يقول ان المسجد الاقصى ليس في فلسطين. على فكره يا اخوانا، من التعليقات اللي شفتها الحلقه الماضيه، عايز اقول لكم على حاجه. انا قلت الكلام ده في الحلقه، لكن بعض الناس مش عايزه تفهم، مش ما بيفهموش، ممكن ما بيفهموش او مش عايزين يفهموا. في بعض الناس بيحبوا اللي يطبل ويقول لهم الكلام غير الحقيقه. اولا، صديقك من صدقك، صديقك من صدقك وليس من صدقك. اللي يحب الناس تطبل له على طول على طول على طول، ما ينفعش. انت الحقيقه هتظهر، يعني، او انت اللي دايما وابدا بيوافقك على كل حاجه والناس عايزاك في قالب واحد، ما تقولش الحق، ده مش منطقي. اللي كان بيعمله محمد البشري، وانا قلت انا ليست مشكلتي معاه مشكله شخصيه، طبعا بعض الخليجيين، وليس كلهم بصراحه، لانه فيهم ناس منصفين كتير علقوا، ومن الخليج، من السعوديه، ومن كل دول الخليج، يعني علقوا تعليقات منصفين، وفي ناس مش راضيين عن محمد البشري. لكن في بعض الناس يقول لك ايه، يعني كانهم انا يعني بهاجم محمد البشري عشان هو كان بيهاجم الفلسطينيين، على اساس ان فيه الفلسطينيين بيشتموا دول الخليج. بص، دي مشاجرات بين شعوب، انا مش طرف فيها ومليش علاقه بيها، ومش هي دي اللي انا اطلع عليها حلقه الا التوعيه والنصح. لان المشاجرات في الاعلام معروف ان الناس اللي هم بيطلعوا يسيبوا دول الخليج من الفلسطينيين، وانا عملت حلقه واتنين في الكلام ده، وقلت ان دول مش هم الشعب الفلسطيني، دول مجموعه. بعض الناس يقول لك دي ظاهره. حتى يا سيدي لو كانت ظاهره، هل هي الظاهره؟ لا يا عم، هل جل شعب فلسطين بيطلعوا يسيبوا الدول العربيه ودول الخليج؟ ما اعتقدش. يعني ظاهره يعني قله، في ظاهره طالعه. وانا عملت حلقه مهمه جدا، انا اعتبرها مهمه، وفندت فيها الكلام ده، والناس دول عايزين يشوهوا صوت القضيه الفلسطينيه. طيب ايه علاقه المشاجرات؟ ناس من فلسطين اعتبرها ظاهره، او اعتبر الشعوب بتشتم في بعضها. ايه علاقه انك تغير التاريخ وتدخل بقى في امور ثابته؟ احنا عارفين ان مكه، ويعني واخد بالك ازاي، البيت الحرام عموما هو يعني اعظم شيء على وجه الارض، صح؟ احنا عارفين كلنا كده. فلما يجي يقول لك واحد وادي الطور هو اقدس واطهر من مكه، تقول له ايه؟ او من بيت الحرام بالتحديد كمان، تقول له ايه؟ ده بيغير ثوابت، مع ان دي عليها دليل، مش دليل، دليل عند اللي هو عايز يخليه دليل. واخد بالك ازاي؟ يعني ممكن استدل بالقران من الكلام ده لو احنا هنمشي بمنطق محمد البشر. واخد بالك ازاي؟ فاقول لك ايه، والله يعني لما ربنا قال لموسى اخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى، لما قال له اخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى، ما قالش سيدنا محمد اخلع عليك انك بالبيت الحرام مثلا، يعني ما قالوش كده. فاللي هيمشي على الطريقه دي وهياخد هنا، وانا لما تيجي تكلمني تقول له هو ده، لا الدليل ده غلط، والدليل ده ما ينفعش، واصلا فيه ومفسرين، هقول لك يا عم ده انا فكره، انا متبنيه، انا حر. مع ان محمد البشري ما عندوش دليل من القران ان المسجد الاقصى في الجعرانه مش في فلسطين. اللي بيقول المكة الكعبة، أصلا الكعبة كانت في الجزائر وبعد كده راحت مكة، ما هو ده برضه، ما هو نفس الفكر برضه، ما هنمشي كده. فأنتم مسألتكم بقى بتخلطوا إزاي؟ بتتكلموا بقى في مشكلة بين الشعب، الناس بتطلع، وأنا بقول دول وإن كانت ظاهرة، وتنزل معاكم في الحوار، أقول لك ظاهرة تطلع تسب دول الخليج وفي الأفراح وفي المساجد معاك،
ودول هم اما اخواني اما مرتزقه واما عملاء الاسرائيل معروفين. انما مش هتلاقي واحد من الشعب الفلسطيني الغلبان، الشعب حقيقي بيقول كده. ومع كل انت بترد عليه وبرد عليك، انا مش مشكلتي هنا، انا مشكلتي القضيه الفلسطينيه كقضيه، وما بتعاملش مع القضيه الفلسطينيه على اساس شعب فلسطين كويس ولا وحش ولا لا. انا شخصيا انا ماليش دعوه بيك انت وبقناعتك، انت حر، لكن انا كمان انا حر احب محمد البشر ولا اترحم عليه. انا مش اترحم عليه، الراجل ده كان بيحب اليهود ويصفهم بالاشقاء ويعمل لهم الافراح، ويشوفوا اخر فيديو ليه هو بيحتفل بمجيء الاسرائيليين عندهم. وانا بقول لك يا سيدي انت بتحبه، والغريبه كمان واحد يطلع يقول لك ده سني. سني مين ده؟ ليبرالي محترق، ده ليبرالي. ومحدش يا اخي كريم ازاي ده سني تقول لي ده مسلم سني؟ لا ده ليبرالي، وانتوا عارفين الليبراليه ايه. وراجل بيطعن في المسجد الاقصى وفي قدسيه المسجد الاقصى ودي خدمه لليهود وبيوالي اليهود، فين الولاء والبراء اللي عند محمد البشر؟ فين السنه اللي فيه؟ هو سني كده وخلاص بالاسم يعني؟ فما تجيش تقنعني انت، انا مش هترحم عليه، انا حر، دي وجهه نظر محمد البشر، انا حر وانت بتحبه انت حر، انا بدعي لك اهو ماشي يا سيدي، امن ورايا امن ورايا، اللهم احشر محمد البشري مع من احب في الدنيا، ربنا يحشره مع اللي بيحبه. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول يحشر المرء مع من احب. فانا بقول ان كان يحب اليهود ربنا يحشره معاهم، وان كان يحب المسلمين ربنا يحشره معاهم. انا غلطت كده؟ انا مش غلطان. وبدعي لك انت اللي بتحب محمد البشر او بتدافع عن محمد البشر، بقول لك اللهم احشرك معه ومع من احبهم في الدنيا. مبسوط؟ امن ورا يقول امين. انا عايزك تبقى حلو كده. ربنا يحشرك مع محمد البشر ومع اللي كان بيحبهم محمد البشر ويدافع عنه. محمد البشر يعني دفاع مرير عن اسرائيل. تجي تكلمني تقول لي سني، سني منين؟ سني وهو بياخد الكلام بقى في موضوع المسجد الاقصى من الليبراليين ومن النصارى. يعني مثلا محمد البشري بيطبل ويقول لك ده هم، يعني انت واحد يقول لك ايه؟ احنا بس عشان السباب اللي احنا لقيناه من الفلسطينيين هو بيستفزهم وبيقول يعني ويدافع عن اسرائيل، مش حبا في اسرائيل بس هو عشان يستفز الفلسطينيين. ده اسلوب رخيص، في حاجه اسمها كده خالص؟ طب هو بيعمل كده، طب المسجد الاقصى ايه دخله في القصه دي؟ وقال قبل كده ان اصلا الارض دي زي ما قال برضه اسمه ايه التاني ده، والله ما انا ناس ما فاكر اسمه، واحد برضه طلع بيقول يعني بيقول شارون يريحنا من الفلسطينيين، وبيقول اصلا الارض دي ارض اسرائيليه وفلسطين كان محتلينها والمفروض يحرروها من الفلسطينيين. والله ما انا فاكر اسمه، عملت عنه حلقه اكثر من مره. وفي التعليقات واحد يقول لواحد فلسطيني شارون اشرف منك، ايه الكلام الفارغ ده؟ انا عارف ان في ثقافه دلوقتي ماشيه في الخليج بكل صراحه، ثقافه انك تكره القضيه الفلسطينيه، وكان القضيه الفلسطينيه حد فرضها على الخليج. يا اخي انت مش عايزها، مش عايزها، محدش فرضها عليك، انت حر تدعمها ما تدعمهاش، انت حد الزمك بده؟ يعني ينفع ان انا استدل لك من التوراه ان سيدنا ابراهيم ما سابش هاجر في مكه وسابهم في فلسطين في بئر سبع؟ يعني ما هو التوراة بتقول كده، استدل انا بكده؟ زي محمد البشر ما كان بيستدل من العلمانيين والليبراليين والمستشرقين والكفار واليهود ان المسجد الاقصى مش في فلسطين وده خدمه لاسرائيل، طيب المسجد الاقصى بتاعكم مش عندنا، ده هيكل سليمان، المسجد ده مسجد عبد الملك بن مروان، المسجد بتاعكم في الجعرانه في السعوديه. انا دي هي دي مشكلتي مع محمد البشري، زي بعض الناس التانيين زعلانين على يوسف علاوي ان انا بنتقده على مساله ان النبي صلى الله عليه وسلم علماني وسيدنا معاويه علماني، واطلع انتقده زعلانين. زعلانين ليه؟ يقول لك ده بيدافع عن الخليج، واللي يطلع يقول لك محمد البشري بيدافع عن السعوديه والمش عارف ايه. يا عم ما يدافع عن السعوديه، ما في كتير قوي بيدافعوا عن السعوديه. وبعدين اقول لك على حاجه، هي المساله لو هي موضوع هجوم بقى شعوب وكده، لا
ما في ناس طيب بتهاجم الشعب الفلسطيني وبيرد على بعض، انا ماليش علاقه بالاثنين، ده بيكلم وده بيرد وبيرد على بعض السجال مع بعضهم، انا ايه علاقتي؟ لكن انا مشكلتي مع اي حد شرعيه ولاء وبراء تخص الدين، ده مشكلتي مع اي حد. هو ده انا عايزكم تفهموا كده. انت بتحب يا سيدي بتقول لي بيدافع، دفاع ايه ده؟ دفاع هؤلاء زي يوسف علاونه وزي محمد البشري، دفاعهم عن الخليج ده مذم للخليج، ده يضر الخليج ما ينفعش الخليج. وبعدين يعني انت دلوقتي هو عشان بيدافع عن يعني يوسف علاونه ده يغلط في النبي عادي يعني؟ مثلا يغلط في سيدنا معاويه عادي ومفيش مشكله؟ لما واحد يطلع يبين غلطه ده تزعلوا من اللي بين غلطه؟ فانا يا اخواني مشكلتي لا مع يوسف علاونه شخصيه ولا اعرفه ولا يعرفه، ومع محمد بشير اعرفه ولا يعرفه، ولا مشكلتي معاه شخصيه ولا اعرفه ولا اصلا ماليش علاقه بيه. يشتم فلان ولا يشتم، طب ما هو يتكلم على انما يوالي اليهود ويعمل لهم احتفالات وفرقعات ورايحين اسرائيل واهلا بالاشقاء واهلا بالاحباب واهلا. هو ربنا قال كده؟ يعني ربنا قال كده؟ اللي بيحب اليهود ده يروح فين؟ يعني اليهود ربنا سبحانه وتعالى قال عليهم اعداء، اعداء الله واعداء رسله، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين. مش دول اعداء الله؟ مش هم دول اللي قالوا على ربنا يعني الاقاويل وقالوا يد الله مغلوله؟ مش هم دول اللي قالوا ولا غيرهم يعني؟ ما اعرفش يعني هو في ايه بالظبط؟ يا عم انت يعني دايما ابدا حاول انك تحلل الكلام اللي انت بتقوله. وانا بقول انا ما انا حتى انا ما دعيتش عليه، صح؟ انا دعيت عليه؟ انا قلت انا اتوقف، بكرهه بكرهه في الله، بكرهه كره عميق، واي انسان ضد القضيه الفلسطينيه انا بكرهه، واي انسان ضد المسجد الاقصى انا بكرهه، اي انسان ضد السعوديه ضد الحرمين انا بكرهه، اي انسان ضد العرب كلهم انا بكرهه. يا اخي انت ايه المشكله يعني؟ اي حد هيغلط هرد عليه، انا حر، مش انا حر برضه ولا ايه؟ ولا حد مشغلنا لحد ليه اجي؟ ولا انا مش تبع اجنده حد؟ ان انا مطبلاتي لاي حد ولا حاجه، هو الحق وخلاص. انا قناعاتي كده، حتى لو انت مش متفق معايا انت حر برضه. لكن انت تبقى مشكله، عايز تلزمني انا باللي انت مقتنع بيه. لا يا عزيزي مش هو ده، دي ثقافه باطله اللي انتوا بتعملوه ده. هو بقى في قطيع دلوقتي برضه من نفس القصه، يعني ربنا ريحنا من مرتزقه الاخوان بتاع تركيا. طلعوا لنا مراكيب الامارات ودلوقتي مراكيب الصهيونيه، كل واحد بيدافع عن محمد البشير فيما قاله بخصوص المسجد الاقصى، وانا بحدد اهو فيما قاله بخصوص المسجد الاقصى فهو مركوب للصهاينه، فهو بيدافع عن الصهاينه، فهو يوالي اعداء الله. لان في ناس متفقه مع محمد البشير انه بيرد على الفلسطينيين اللي بيشتموا، انا بقول الفلسطينيين اللي بيشتموا مش كل الفلسطينيين، اللي بيشتموا السعوديه خلي بالك زي متفقين معاه في النقطه دي ومختلفين معاه في مساله المسجد الاقصى، وانا اعرف ناس منهم. فالناس دول لا غبار، انا معانا زيك بالظبط، اللي بيشتمني هشتم مثلا يعني. معانا طبعا احنا، انا مش بقول كده يعني، انا بقرر ده لا، لكن انا بقول يعني هو من عفو اصلا فجره على الله، لكن اللي هيرد يرد انا ماليش دعوه بيه. لكن انا في مساله معينه، نقطه معينه، الاقصى والقضيه الفلسطينيه انا معاه، واللي ضدها انا ضده. هو ده اختلافي مع محمد البشر، اختلافي مع يوسف علاونه، اختلافي مع اي حد. واخيرا انا بقول كلمتين، انا بهاجم الغلط في فلسطين وبهاجم السلطه الفلسطينيه وبهاجم حماس وبهاجم الفلسطينيين اللي بيطلعوا يسبوا. انا هاجمت نزار بنات، هاجمته وما ترحمتش عليه، بل انا كتبت كده هلك نزار بنات في العنوان، واخد بالك ازاي؟ انا قلت كده، قلت الراجل ده شوه الفلسطينيين، الراجل ده بيسبب الفرقه بين المسلمين. انا لما انا اتكلمت يعني عجبك؟ مع ان يعني نزار بنات ما قالش الكعبه مش في مكانها، الكعبه مش في مكه، وراح وداها فلسطين ولا حاجه عشان تخدم اليهود، صح ولا لا؟ ما قالش كده، لكن الراجل من اعماله وافعاله والسب باقزع الالفاظ و الى اخره، انا يعني لا ما ترحمتش عليه كمان، بل انا قلت ان هو يعني استراحت منه الناس، ومحمد بشر بصراحه استراحت منه الناس، استرحنا منه. وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يقسم ظهر كل إنسان وينتقم من كل إنسان يسيء للأمة الإسلامية ويسيء لمقدسات الأمة الإسلامية. لما أجي أنا أنتقد محمد بشر بنتقده وعايش وحي، لكن مش هترحم عليه،
انا حر. الراجل ده كان عدو الاسلام، عدو الفلسطين ماليش علاقه بيها، يعادي فلسطين براحته، يعادوهم يشتموا في بعض انا ماليش علاقه. انما عدو للاسلام، عدو المسجد الاقصى مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلة المسلمين قبل البيت الحرام. اولى القبلتين. النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين صلوا تجاهه، اتخذوه قبلة. ومنه اعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه صلى النبي بالانبياء. مقدس. انت ازاي تتكلم عليه وانت عايزنا اسمح لك وانت بتحبه؟ اللهم احشرك مع محمد البشري ومع من احبه محمد البشري، انت زعلان ليه؟ لو ما بيحبش اليهود خلاص. بيحبهم بقى انت تحمل وقول امين. تحمل بقى، انا بدعو لك اهو، انا بدعي لك وبدعي له. زي ما النبي قال اللهم المرء يحشر مع من احب، وانا بقول اللهم احشر محمد البشري مع من احب. بس زعلان ليه؟ واحشرك انت مع محمد البشري ومع من احبه محمد البشري. يلا اتفضل يا سيدي، عايز ايه تاني مني؟ بس. فيا اخوانا انا اي خطا من وجهه نظري انا بعترض عليه وبنتقده للوعي. انت موافق مش موافق ده موضوع يرجع لك، والاختلاف عادي، لكن ما يتعداش الامر ان المسلمين وتعمل فيها شيخ انت وتعمل مثالي واصل ده مسلم. وانا قلت افضل الى الله ولا ادعو عليه، يعني لا بدعي ولا هدع عليه، امره الى الله وعليه من الله ما يستحق. ان كان يستحق كذا ربنا يحاسب، ما يستحقش ربنا يحاسب، انا ماليش علاقه. وانا يعني ابرأت الذمه منه وابرأ الى الله في كل كلام قاله عن المسجد الاقصى وعن قضايا المسلمين وارض المسلمين. انا كده يا يعني في ناس كتير قوي مظلومه يا اخي. في بعض في حرب غزة الأخيرة يدين، شوف تخيل أنت، يدين القصف الغزاوي على المدن الإسرائيلية وما لم يدين القصف الإسرائيلي لمدينة غزة، إيه رأيك بقى؟ ده راجل تتكلم عنه؟ عليه من الله ما يستحق. وربنا يحشره مع اللي بيحبهم ويحشر اللي بيحبه معاه ومع اللي بيحبهم هو كمان. امين يا رب العالمين. امين. انت كنت بتحب يعني. هلك واراح الله منه الدنيا. كل انسان سيرته هتبقى زي الزفت كده. سيرته شوف، القضيه الفلسطينيه باقيه، المسجد الاقصى باقي، وسيذهب امثالها محمد البشري وغيره الى مزبله التاريخ، وستظل القضيه الفلسطينيه باقيه، وسيظل المسجد الاقصى باقيا قضيه للمسلمين وقضية مقدسة، كما كانت لعمر بن الخطاب، وكما كانت للمسلمين من بعده، وحرره صلاح الدين وقطز رحمة الله عليهم جميعا. هؤلاء الأبطال، هي قضية الأبطال، قضية الأحرار، مش قضية أنصاف الرجال وأشباه الرجال. اللي بيحصل ده من العرب ده غريب جدا، أنت عايزني أقول اللي أنت عايزه؟ أنت إيه؟ أنت خدت على التطبيل؟ وبعد بقى حد يقول حاجة غير اللي أنت يعني كده تزعل ما تتفلق. ويضرب دماغك فتخ الحيط يعني اعمل لك ايه يعني؟ انت ايه عيب؟ خدت طبل طبل؟ طب ايه؟ طب ما هو بيطبل يضحكوا عليك. انت في النهايه في كيس جوافه. والله العظيم انت مغفل. والله العظيم انت مغفل. يضحكوا عليك والله. عارف اللي بيصدمك بالحقيقه ده؟ ناقش. ربما يكون على حق او تقنعه. بس مش عايز اطول في المساله دي. وفي النهايه بنقول يا اخوانا مشكلتي مع اي حد بنتقده ليست مشكله شخصيه، لان والله ما اعرفش حد خالص. والله ما اعرف اي حد. كل اللي انا بنتقده ما فيش غير واحد، ان انتقدت محمد المصري ده صحيح. بس مع ان محمد المصري كان بيشغل الفيديوهات، كان بيدعم القناه، ومع ذلك اول ما قال كلام انا اختلفت معاه طلعت انتقدته. مع اننا كنا بنتواصل على الخاص، دلوقتي كده وعمل لي بلوك من القناه بتاعتي مش مشكله. بس انا في بدايه الامر خالص عشان الامارات وقفت ضد محمد المصري، وهاجمت محمد المصري اكتر من فيديو. ولما لقيت الحق معاه وقفت معاه. ورجعت لما اتكلم عن الصحابه واتكلم كده وعلى العروبه بتاع انا وقفت ضده وهاجمته. هاجمته ليه؟ لان مختلف معاه. صاحبي مثلا ولا صديقي ولا يعني تواصلنا شويه مع بعض، ما عنديش مشكله، ما اعرفش حد انا. أنا أعرف الحق، هو عارف كده.
هو عارف كده احنا بنختلف وجهات نظر كتير ومش زعلان، خلي بالك ازاي. وانا ما عنديش انا صديقي لو غلط انا برد، انا برد عليه، فانا مش من النوع اللي هيطبع عشان المشاهدين ولا عشان القناه تكبر. انا ايه اللي يخليني مثلا ارد محمد مصري يدعمني؟ لا ارد عليه ويعمل لي حظر من القناه، ما كنت قادر اطبل لده اطبل لده وامشي مع الموجه واركب الموجه، وبحلقه مهمه يعمل لي مشاركه. وفي موجه ده في قناه كانت 1000 وصلت النهارده ل 30 و 40000 بسبب ان هو بيطبل للامارات وكده، بقى اريل من القرايل يعني. ما انا كان ممكن اعمل كده، بس انا ما اعرفش اعمل كده، مش احترم نفسي. انا يا اخوانا عندي قناعات، ولذلك في ناس كتير من المشتركين يجي يشتركوا في القناه، فيديو عجبهم يقوم يشوف فيديو تاني، بص ليه ما عجبوش وملغي اشتراكه. هو عايزك على قالب واحد، عايزك ماشي على شريط سكه حديد. ده ما اسموش فكر، ده اسمه انت بتربي وراك قطيع. انا لا، ولا بشوف انتقد اي حد غلط. انا وجهه نظر ممكن اكون غلطان، ما عنديش مشكله، بس انا كده ما اقدرش اسكت وما اقدرش انافق وما اقدرش اجيب. اللهم يا رب ادينها عليا نعمه الانصاف، وان يثبتني على الحق. انا ما اعرفش، في كتير وكان قد كبرت قوي، واخد بالك ازاي، والدنيا كانت تبقى حلوه. بس هل انا لما ابص في المرايه احترم نفسي؟ لازم يا اخوانا قبل ما تخلي الناس تحترمك لازم تحترم نفسك، ولو انت احترمت نفسك الناس هتحترمك. ورسالة أخيرة، لازم يكون كل شغلك كل عملك إرضاء لوجه الله فقط، لا يهمك من يزعل ولا يهمك هنا ولا أبدا خالص، ولاء وبراء. أما محمد البشر لا ولاء ولا براء، اليهود عادي ملوش علاقة لا بالدين ولا ربنا بيقول إيه ما يعرفش، وأنا بسمع وأنا مش بسمع وعارفه. فهذا هو الذي أنا أردت يعني أوضح بعض الأمور، عشان انت متعود على التطبيل مش عندي، انا ما بطبلش لحد، لا اقول الا الحق، رضي من رضي وغضب من غضب. نسال الله سبحانه وتعالى ان يحشرنا مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، واسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على الحق، وان يميتنا على التوحيد، وان يرحم جميع موتى المسلمين، وان يغفر لنا ولهم. وفي النهايه اقول اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.